معكم مشاهدينا ومعي دلال. بونجور دلال. هاي تينا. كيفنا اليوم؟ منيح وانت؟ اليوم وصفتنا جراتان. صح جراتان. بالسمك؟ بالسمك، اليوم حبينا نشتغل بفيليات السمك مع الأريدس. هلا قبل ما نبلش هيك خلينا نخبر سريعا انه وصفتنا هي الجراتان، يعني اليوم عم نحكي على الصلصة البيضاء مع الصلصة الحمراء يلي بدنا نمزجهم سوا، بدنا نضيف لهم بيسك دو أومار أو مرقة السمك، بدنا نحكي على فيليات السمك يلي مثل ما هون عم نشوف وضعناهم بصينية، شوية من زيت الزيتون، رشة من الملح وبهار الأبيض، بدنا نحمي الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق وندخلهم لمدة 10 دقائق ماكسيموم، بدنا نرجع نوضعهم بقلب بيريكس، نشتغل بوصفتنا يلي بدنا نمزجهم سوا ونغطي الوصفة بالكعك المطحون. هلا مثل ما هون عم بيشوفوا اليوم عم نحكي على فيليات السمك يلي بلا جلدة بلا شيء، بدنا نوضعهم بقلب الفرن بس بدنا نشويهم. اوكي. سو السمك فينا نعمله قبل بوقت؟ فينا نعمله قبل بوقت، نشوي هيك منحضره صح، مثل ما فينا انه كمان نقليه اذا بدنا، يعني ما بعرف اذا حدا بده ما بعرف حدا بده ما حدا بده اذا حدا بده اذا حدا بده في نوضع على جنب. هلا من شو معموله وصفتنا؟ بمقليه على نار بدنا نوضع شويه من زيت الزيتون، بدنا نرجع نضيف بصله كبيره مفرومه صغير، بدنا نلوحها على نار، شويه من الثوم، بدنا نرجع نضيف الأريديس. وهون بدي اقول للمشاهدين يوم حبيت اشتغل بالأريديس، بس بتعرفي تينا اذا بنروح على السوبر ماركت بنلاقي كيس المجلد الفري دومير يلي بنلاقيه بحيلا سوبر ماركت، بقى بدنا فينا نستبدل الأريديس بهيدا لو ميلانج دو فري دومير، مثل ما فينا تشكيله سمار بحر، مثل ما فينا نشتغل بحيلا نوع من السمار البحر، يعني فينا نشتغل بالمول بالكرمال بحيلا شيء نحن بنحبه. اوكي. لكن بدنا خلينا نبلش تما نضيع المشاهدين، لكن بالبصله اول شيء. هلا اليوم بدنا نطليك ريحه بصل بس ولا ضفنا بصله، بدنا نلوح البصله مع الثوم على طول على نار، بدنا نرجع نضيف الأريديس يلي هون فينا نستخدم الأريديس حيلا حجم كبير صغير، فينا نجيب الميني الصغار كمان ما بأسره لأنه بقلب طبخة، بس أكيد نحن عم نحكي على أريديس بلا قشرة المقشر يلي بدنا نلوحه. اليوم حبينا نستخدم الفطر، هون حبيت استخدم الفطر المعلب، بس في استبدل بالفطر طازة مثل ما في استبدل بالبازيلا بحيلا نوع من الخضرة يلي كمان بنحبه. وبدنا نضيف على وصفتنا تينا البيسك دو أومار. هون هيك بدي أقول للمشاهدين البيسك دو أومار هو خلاصة السمك يلي منلاقيها علبة بحيلا سوبر ماركت، بس كمان إذا بدنا نهين أو ما لقيناها أو ما عملنا نستخدمها فينا نستبدل بمرقة السمك يلي بدنا نوضعها بالصوص بلانش، يعني مش بالبصل والثوم والفطر والأريديس، بمزيج الكريم يلي كمان حنحكي عنها. وبدنا نختم بطماط بولي، اليوم عم نستخدم علبة من الطماطم أو فينا نستبدل بالبندورة الحمراء طازة، 3 روس من البندورة الحمراء يلي منقطعهم مثل التبولة منفرمهم صغير ومنضيفهم على وصفتنا. لكن إحنا هلأ عم نشتغل بالصلصة الحمراء يلي بمقلية على نار، وضعنا شوية من زيت الزيتون، ضفنا بصلة، بدنا نرجع نضيف ثوم مفروم صغير على وصفتنا على طول على نار. سو بصل ثوم من بعدها بنزيد الأريديس مش هيك؟ من بعدها أو سمار البحر يلي حبينا حيلا شيء من سمار البحر. أوكي. بدنا نرجع نضيف الفطر، التومات بولي أو البندورة، وبدنا نختم بالبيسك دو أومار يلي منلاقيه بحيلا سوبر ماركت. ما بدي أنسى البهارات، الملح، بهار الأبيض، الأوريجان. نحن السمكة المشوية بدنا نرجع ندخلها معهم أو كمان السمكة المشوية بدنا نجيب حيلا صينية فينا ندخلها على الفرن، بدنا نوضع شوي من الصلصة البيضاء،
نبلش نشتغلها. بدنا نضيف السمك يلي بدنا نقطعه، بدنا نرجع نمزج الصلصه الحمراء مع البيضه نغطي فيها وصفتنا، وبدنا نختم بالكعك المطحون مع شويه من الزبده، وهون فينا كمان نوضع شويه من الاجبان محل الكعك. لكن بدنا نضيف القريهس ونبلش بالصلصه البيضاء. ضفنا بصل، ثوم، قريديس، سو الصلصه البيضاء هي كريم او بشاميل؟ سيتون صوص بلانش، صلصه بيضاء معموله من زبده طحين حليب سائل. مثل حيلا صلصة بنشتغلها للمعكرونة بحليب. لكن ضفنا هلا البصل، الثوم، القريدس. بهالوقت بدي بلش اشتغل تينا بالصلصة البيضاء. وهون مثل ما الكل بنعرف وقت نقول ان صوص بلانش او ان صوص بشاميل مضطرين انه نوضع اكيد يعني ما فينا نشتغلها ابدا بالزيت. ومثل ما كل مره بنقول قد الزبده قد الطحين، يعني اليوم نحن عم نحكي على 100 جرام من الزبده مضطرين انه نوضع 100 جرام من الطحين. وهون بدنا نقول كثير مهم انه الزبده دوب ما تحترق. هلا بدنا نضيف الملح. بهار الابيض. ما بدي انسى الاوريجانو يلي بدي يعطي نكهه على وصفتنا. خلينا نضيف الفطر. لكن ضفنا البصل، الثوم، القريديس والفطر، ما بدي انسى الملح، بهار الابيض والاوريجانو يلي بده يعطي نكهه لوصفتنا. بهالوقت انا عم بشتغل بالصلصه البيضاء. مثل ما كل مره بنقول قد ما بنوضع زبده قد ما بنوضع طحين، اذا عم نحكي على 200 جرام من الزبده عم نحكي على 200 جرام من الطحين. اليوم وصفتنا هي 100 جرام من الزبده، 100 جرام من الطحين، ولتر من الحليب السائل. اما هون اذا ما بدنا نشتغل بالبيسك دو اومار، خلينا نقول انه بدنا نوضع 200 ملي من مرقه السمك، بدنا نستبدل ونضيف 800 ملي من الحليب السائل، يعني بنخفف شوي من الحليب تينا لنزيدهم مرقه السمك. هون شو بدنا نزيد عليها هي هلا؟ هون بدنا نضيف الطومات بولي او البندوره الحمراء. بدنا نختم بالبيسك دو أمار يلي منلاقيه بحيلا سوبر ماركت، ويلي بيعطي نكهة كتير طيبة لوصفتنا. ايه خاصة انه مدخلين يعني اذا بدنا نشتغل بحيلا او حيلا شي كتير طيب انه نضيف البيسك دو أمار يلي منلاقيه بحيلا سوبر ماركت. لكن هون عم نشتغل بالصلصة البيضاء، عم ندوب زبدة. بدنا نرجع نذكر انه كثير مهم الزبدة ما تحترق، يعني شو انه تبلش تدوب بدنا نضيف الطحين ونحرك شوي شوي ونرجع نضيف الحليب السائل. ما بدي انسى الملح، بهار ابيض وجوز الطيب يلي بتعطي نكهة طيبة. هون بعد دقيقة بنضيف البيسك دو أوماي، وبدنا نمزج الصلصة البيضاء مع الحمراء، بدنا نخلطهم سوا. ولا بلشوا بعدين بدي اقول انه هيدي وصفه فينا نشتغلها بزيت الطريقه ونضيف عليها المعكرونه، يعني فينا نضيف عليها البني، التورتليني، كمان نضيفهم على الصلصه البيضاء يلي مزجناها على الحمراء، بتعطي نكهه طيبه وبتصير كونسيستنت اكثر، يعني بتشبع اكثر. هلا عم نضيف الطحين على الزبده.
كثير مهم انه نشتغلها على نار خفيفه. بتعرفي اوقات بيطلع عبالنا هيك نطلع شوي من العاده ونعمل الجراتان. بدنا نزعجيك بشوية حليب. يلا. كثير مهم انه نضيف الحليب شوي شوي نحن وعم نحرك. ميرسي تينو. أول ما يبلشوا يتماسكوا بنرجع بنزيد عن جديد. خلص ثانكيو. لكن نحن هلا عم نشتغل بالصلصة البيضاء يلي كثير بيروح لها جوز الطيب. الملح، بهار الأبيض، نرجع نذكر أنه فينا نضيف لها البازيلا بيطلع طيب معها، البروكولي، الأرنبيط. فينا نشتغلها بس على قريدس لحالها بلا يعني مش ضروري سمك. بلا سمك، بلا سمك أكيد. نزيد حليب، نزيد حليب. بدنا نزيد البيسك دو أومار على وصفتنا. البيسك قد ايه كمية؟ حطهم مثل ما هن كلهم؟ كلهم كلهم اللي هي علبة صغيرة. يعني أنا وقت أشتغل بايلا على طول بشتغلها بالبيسك دو أومار يلي بتعطي هيك نكهة السمك الطيبة القريدس مع الكراكان. لكن اشتغلنا صلصة البيضة يلي اشتغلناها بالزبدة بالطحين والحليب السائل مثل ما فينا نضيف لها مرقة السمك يلي بيعطيها نكهة طيبة. بعد حليب بدنا نزعجك بشوي بعد تينا. خلاص ثانك يو. هيدي وصفه فيها الصلصه تكون شديده مثل ما فيها تكون رخوه، اهم شيء انه نضيف لها الملح، بهار الابيض وجوز الطيب يلي بده يعطي نكهه على وصفتنا. فينا نضيف لها شويه من البقدونس يلي كمان بيعطي نكهه طيبه. هون بتكون خلصت صلصه الطماط. بدنا نطفيها. بدنا نزعجي بعد حليب. نقطة حليب. لكن منذكر انه اشتغلنا بالصوص روج يلي معمولة من زيت زيتون، من بصل، من ثوم. لوحنا القريدس، الفطر المعلب او الطازة يلي بده يعطي نكهة، رجعنا ضفنا البندورة الطازة او الطومات بولي، وختمنا بالبيسك دو أومار يلي ملاقيه بحيالله سوبر ماركت. ما بدي انسى الاوريجانو، الملح، بهار الابيض. خلصت الصوص بلانش، بدنا نضيف لها الملح، جوز الطيب وبهار الابيض. فوالا. هيدي هي وصفتنا. بدنا نشيل السمك. ايه شكله استوى. هلا هي رح ترجع نفوتها على الفرن. بدنا نفوتها على الفرن شوية بس يدوب ال ومننهي بالكعك. لكن قلنا على الوش بدنا نختم بالكعك. نرجع نقول انه فينا نختم بالاجبين، كعك الزبده او الاجبين حسب الذوق. هون بدنا نحط ملعقه صغيره من البشاميل اول شيء. صح، اول شيء. و
فوالا. بدنا نضيف سمك. فوالا. بدنا نمزج صوص روج على صوص بلانش. فوالا. بدنا نخلطهم سوا. مع بعضهم. ظهر السمكة يا وليد. يلا خليني اجيب لوش انا اسرع. لكن عم نمزج الصوص روز يلي فيها ريدس، بصل، ثوم، فطر، بندورة. على الصوص بلانش يلي بدنا نخلطهم سوا. بدنا نوضعهم على السمك يلي ضفناه هون بقلب حيلا صينية فينا ندخلها على الفرن. ما بدنا ننسى حطينا شوي من الصلصة البيضاء بالكعب. وبدنا نختم بالكعك مع الزبدة أو الأجبان. قبل ما نحط السمك نحط شوية بشاميل بالكعب. صح. صوص بلانش فوالا. فينا حتى نضيف لها شوية من الكاري. كاري بيطلع طيب. كمان بيطلع طيبة معه. فوالا. هنكتفي. اوكي. وفينا نعملها بلا الريدس، بس سمك، بس سمك. وفينا نشتغل صوص مثل ما هي صوص يعني. مثل ما قلنا انه فينا نضيف المعكرونه يلي كمان بتطلع طيبه معه. لكن هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب السمك، بدنا نضيف السمك بقلب. بقلب البيريز. فوالا. هي بالنهاية لما نسكبها بالآخر رح نسكبها بالمعلقة ولا بدها تحمل قص؟ يعني مش كتير قص. فوالا. بدنا نشيل الصينية. اللي وصفة كتير سهلة تينا وكتير طيبة، يعني من الوصفات الطيبين. هنصبها بهيدي الطريقة. كنا صوص من ذكر انه حضرنا صوص طومات مع القريدس والفطر على جنب والبشاميل لحالها، وبعدين رجعتي خلطيهم دلال. اشتغلنا ان صوص بلانش مع ان صوص روج. فينا نزين بالقريدس الحجم الكبير على الوجه. وبضل في الكعك. الكعك يلي بدنا شو بنرجع بنفوت على الفرن بس هيك فترة قصيرة نو فترة قصيرة بس كرمال الكعك او الجبنة. فينا نضيف الموزاريلا. هنكتفي هون لنقدر نحط الكعك. فينا نضيق الوقت.
كنا رح نحط الكعك على الوجه، ندخلها شوي على الفرن، ولما تخلص الجراتان بنكون رجعنا معكم على التيستينج. ظهرها تاخذ شوية لون يعني، بس بعتقد ما رح تلحق تاخذ. هلا هي اكيد بدها وقت اكثر. ايه بدها هيك، بس كله مستوي هذا يعني. ايه 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 يعني في بس عم نحطها للشكل شوي. ايه على الوجه للشقار بس، صح تتلبق لك دلال. ايه يعني شقرة يعني معليه. كاتيا انت بتحبي هيك اشياء مع ثمار البحر؟ اكيد انا كثير بحب فيدومير ومحب السمك. هلا هول الاشياء ما بعرف تعتبر هيك قريبه لاكثر انتري مين ديش شو؟ مش عارفه اكلها شو؟ ايه مين. هلا بعد ما شدت اكثر كونسيستون، لانه الاكل كونسيستون بتشد اكثر بتسمك يمكن على السمك. صح على الفرن. وهون بنذكر انه في سمك وفي قريدس كمان. في سمك وفي قريدس. كيف مع السمك؟ انا كثير حبيتها، لقيتها كثير طيبه. هلا قلتي لي تحكي هواء انه مش ضروري جبنه. مش ضروري جبنه يعني فيها كل النكهات. هلا انا كنت كمان كنت عم تقولي بلكي كاري يعني كثير بالبقله كمان. صح كاري كيان حيلا شيء خفيف بيلبق لها. او ايه مش ضروري جبنه دائما نكون على الجراتان. ملت اذا دخلنا بازيلا كمان بتطلع طيبه. انا مش هيك اليوم ما حطيت جبنه، لانه على طول وقت بنعمل جراتان على طول بنضيف له الجبنه. ما اليوم هيك حبينا نشتغل بالكعك المطحون يلي مش ضروري كمان نحط له زبده، يعني فينا مثل ما هو ندخله ياخذ لون لحاله شوي، مش ضروري نوضع له زبده. مثل ما قلنا انه فينا نضيف لها المعكرونه البني التورتيليني، يعني بتصير هيك كونسيستنت اكثر، بتصير تشبع اكثر. بس اليوم اشتغلناها هيك على سمك وفري دو مير. غير هيك انه كمان البات لما بتشرب هيدي الصوص بتعطيها بعد اكثر. ايه بتلبقلها بتلبقلها كمان طيبه، بس لحالها طيبه مع المعكرونه. يعني اليوم هيك لايت شوي اكثر من البات. مش غلط بسمتي حدا مثلا او رز خفيف. كمان فينا ليش لا، ساعتها بدنا نرخي الصوص قد ما فينا يعني تنشتغلها هيك. اوكي لنرخيها كمان تطلع طيبه، مثل ما بنعمل كولي اوزا سبيرش كمان نعملها بالبيريكس او بحيلا صينيه على الفرن. الفرن وحدا بنقدم الرز مع البازيلا والبوتش بوا اللي كمان هي وصفه طيبه شو بنعملها على الهواء. ثانك يو دلال. ثانك يو دلال. ثانك يو لالكم. رح نكفي باقي فقرات الايف بعد هالبريك مع كاتيا. دخلك مش قلت لي